السلام عليكم واجي اي اوياشين نلاكاين وحايره هلده معلوماته ان اهلان معناها شيء اي اباهيهين وحين كو قادن جرتي معلومه بدن هانتي يا وقتي ايانا كو بحجري ارنكان سيدا ان اي اذان مقالو هدي اي ميغا كنوليهين اما اي ويديان قف لغا يا بهلديس ان اي معلومه قادته انتو بدن وحما قري جرين وحنا ما اخرين جرين لكن معرفة عصير اي هلان وحيله بركو راد كذا ولا دريم جري وحيله مرحلة كدوان مدان هدا كسوغن هاي او هلد معرفة تهي مد اد اسهلا لكن بركة ذو يرتهي ان ادوات وحا ادرب دمانتا وحكاحيك كلي كليك اد فرتا دا كسيسو شاشة دا كهرتا اللو فتهاداس أقونتا يفوضين تهليد معلومة وحالة صعودة عيدا هي موجودة مشغولة أما أنا ذاك سنة أريقة مشغول انتي أدو حقرين لهيد أما باري لهيد معرفة أي علوم مشغول انتو بعيكو لحين فيسبوك يموقال الدق دقة أو أذن كهلين لبيع فائدة وحادو باهن تيمان تماهن ليرقلين أما إن أد مقشو كلمة ليرقلين وحادو باهن تاي وإن أدوغاتو إن وحي آد كبار بارتو مددير نكو سعوتو إن آد شيغاس نقونيسو مركي آد مدشان سانا أما كبادن آد كجرت فيسبوك أو آد وحك لهينين وحاهو بالا إن آد نقونيسو قف جديسن إنسان آنا لأقوني وحقو يهي قف سلون كومنانكاس قرالادا معنها آنا لهين موقالادا سويراداس بوستياداس قف والبقو صور لغايو وحي كوكو يالان سامين آدن دريمينين مانتا لكن عواقب حن لقد أخلايو لنا عكال هدي آد مالين والبداوة نيسو أخر نيسو أمد لغيس نيسو علوم تبوح دا انترنت كا حتما وحا هبالة إن مدير قدهت آد كوب عيسو آد دريميس إن آتاي قف كدوان كي شالي ما أنت وحاجر أري لغو مقعابو عقلق دان يارتا أما مصطلح لويقان مونكي ماين عقل القرود إن مركان داوانينا موقال آن إسلا مركيبا كسيو قدوبنو حتى هدونا عجبيي موقال كاس آن داوانينا إن شان دقيقو آنن هلوح كسوقنان كرين أو آن موقال بموقال وغسيو قدبينو سيدا دان يارتو قيد بقيد وغسيو قدبان قد قدين تاد فيسبوك قد قدين ايسو وانو حكمي ده عقلق دانيارتا دانيارتو وين داق داقاق بدينيهين قعمه يا ان رهبا لبضب ويكا داقاقان عقلق دانيارتا واكن كاهور تاقن ان اد انترنتك وحكبرتو ان اد شان دقيقة اصبر كرين براشادة شيكو انفعايو اريق عقلق دانياركا واداباتات اقوبادن اي دادكو ما انتك عبانايان قارهان رالين يرادا فيسبوك فر ميا انستغرام فر مايا يوتيوب قصل كداو اصغا مقال داوانايو ان او ميد كاله اشي سو كدعد كديبنا اسي غدبو دانييركو اصغا واخ غعنتو كهايو هدي اد واخ كلا او تاغتو وخي او غعنتو كهايي هوري ايو كتوري اصغا غعنتو اسو تاغايو شيغان عصب وا سلسله بود بوديت انن دماد لهين وقتي غادا ايو نفتاده هدادن وعي لهين وخا كلقي ميغارك عقلق دانييركا غودكاس مدو اي انا لغا بخي كارين شركتها واوين وحي ملايين لعقا كوبحيان سيدي اي اوهلي لهايين سو جيت كادا اين وقتiga اغو بادن اد كوبحيس اديقودا ان حتى تسالاهان مركاد غاري سارن تاهي او اد لاميغا كسعطو ان اشادو اي كودعضو بارار كحييسيين تا ميل والبا كودagن وان نوع كميدا ان في جيغنان تاهد لسو جيتو سيدو كالا ان مركاد موقال داواتو راع راع يوتوب كتسالي او كوسو بندقايو موقال بادن او نوع عاسا ما يسوي دي سي ولي مركان مقال داوضه محانو أركا مقال لبادن أو نوع عاسا نوعي آداواني سي سيدي إن آد دي قلوغه لغا شي آدن كبيحي كرين هدي آداواتا مقال قف قيلين آيو وحاد مروال باركي إن يوتيوب وكوصو بندق آيو مقال قف قيلين آيو فيسبوك إن آد دقيقة دوال باركيسو هبل يهبل آيو أيي مانت أطاي لنا على فيسبوك اينا دقيقة دوال باركيسو هبل امي هبلايو ايي مانتو كو ادنتهي دلشادو دا اي اتاني يدي بد آنن امانينين نتفكيشن كا فرح بدن اي صور دعايو
dhammaan waa waxa muudsanaya umrigaada. Umrigaadana waa ilbiriqsi lagu daray ilbiriqsi. Hadii waqtigaas aad kolba meel u boodayso ku bixiso shay ku anfacaayo mashruuc akhrinta laba kitaab bishii, bishaas isma weydiinaysid ama ma dareemaysa shalayto wixii ay kugu dhaaftay bishaas. Waxaad ogaataa in aadan wax xaqiijin karin adigoona feejignaantaada siinin hal shay in aad waqti ku bixiso shaygaas aad baranayso. Waxyaabaha la ogaaday ayaa in muuqaaladaas degdeg ah, qosalka iyo isdhaafinta ay daqiiqadaas taagantay ku siinayaan dareemida raynrayn yar, laakiin aad ka dhaxlayso shalayto aanan dhammaanaynin. Waxay ka dhigan tahay inaad iib geynayso oo aad suuqa geynayso waqtigaada, cumrigaada, beddelkoodana aad soo gadanayso zero, sifir, meel eber ah inaad la soo wareegayso. Haddaad isleedahay waqtiga oo dhan ma waxaan ku bixinaa wax dhab ah in aan wax akhrinno ama wax baranno, waqtiga oo dhan ma ahan in aad arrinkan ku bixiso, laakiin waqtiga aad naftaada u yara raaxaynayso waa goorma? Waa waqtiga aad daashay oo aad u baahan tahay in aad yara nafisto, ee ma ahan waqtigaada oo dhan. In aan raynraynta iyo qosarka horumarinno kadibna waqtiga yara soo haro aan boodboodno oo aan raadinno qabashada hawl, taas xal ma ahan. Hawl aad qabato, wax akhriso, wax isbarto, kadibna markaad dareento in aad daashay aad xoogaa naftaada u yara nafisto. Laakiin inaad nasashadaas ka dhigto jawharka udub dhiga u ah noloshaada iyo wax aad samaynayso, middaas ayaa ah halaaga la sheegayo. Haddaba waa maxay xalka? Sideen uga bixi karnaa xaaladdaas dansanaanta ah ama caqliga daanyarta? Xalka ugu horreeyo waa inaad ogaato xajmiga dhibaatada ku haysato, in arrinku sahlanayn, in waqtigaadu gurmaayo kuna baxaayo wax aana faa'iido lahayn. In aad samaysato ujeed cad, in isbuuc tusaale aad ballan ku qaado in waqtigaada 90% aad ku bixinayso wax ku anfacaayo. In aad yarayso waqtigii kaaga bixi jiray Facebook iyo waliba moobilka. In aad yarayso adeegsiga moobilka ee inteena badan aan kor iyo hoos u gedinayno sabab la'aan. Waxyaabaha aan tijaabiyey ogaadeyna dhinaca moobilka aniga shaqsiyan ayaa ah in adduunku uuna gadoomaynin haddaan offline ahay oo aan internetka moobilka demiyo. Adduunku ma gadoomayo, dhibaatana ma dhacayso. Waana arrinka fursadda ii siiyey in aan muuqaalkan qoraayo. Waxba ma khasaaraysid haddii ay ku dhaafto akhrinta waxay xalimo ku afurtay maanta, ama sarwaalka uu xiran yahay faarax nooca uu yahay. Inaad ogaato arrinkan hadduu ku dhaafo waxba ma khasaarisid dabcan, waana wax Facebook lagu soo qoro. Inaad 24 saac online tahay waxay ka dhigan tahay in aad raqiis tahay. Dhagta ii soo dhowee, naqo qof ay adag tahay in la helo. Wixii qaali ah lama helo. Dahabku wuxuu qaaliga u yahay waa inaanan la heli karin oo uu yeeshay naadir ah. Maanta nasiixada ugu fiican ee qof la siiyo gaar ahaan dhalinyarada waa xoogga saar iskiiriska mahaaraadka, xirfadda wax aad baratay ee aad ku suuq tagayso, wax aad adigu isbartay. Ahmiyadda ay leedahay inaad xirfad leedahay iskiiriska ama mahaaraadka inay ka muhiimsan tahay shahaado aad qaadato. Wax yar ka hor waxaan dhagaysanayay qiso uu sheegayo Saalim Aljaxwashi, nin lagu magacaabo oo ah tababare saxaafadda carabta macadka Aljaziira ee tababarada. Wuxuu tababarayay sida uu sheegay dhallinyaro Turki ah oo ka howlgeli doona kanaalka Turkiga TRT qaybtiisa afka carabiga ku baxdo. Adiba wuxuu leeyahay madaxdii soo diray dhallinyaradan ayaa nagula dardaarmay ama noo sheegay in dhallinyaradan aynu meeshaan u keenin in ay shahaado qaataan. Waxaan u keenay ayay dhaheen in ay bartaan mihnada saxaafadda afka carabiga, ahana siinina ama ihtimaama siinina qiimaha siinina shahaado in ay helaan. In kale keliya dhallinyaradan waxaad nooga soo dhigtaan dhallinyaro xirfad leh, yaqaana waxa ay saxaafadda tahay. Waxaan rajaynayaa in kelmadahan aan kor ku soo sheegnay ay na anfici doonaan dhammaanteen. Muuqaalkan intaan ayuu ku egyahay. Waxaa idiin soo gudbaya aniga Cumar Inshaar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.